لقد آن الأوان لنتحد سوياً ونحول التحديات إلى فرص، لنحافظ على مكتسباتنا، نحمي صحتنا، وندعم أمننا الغذائي، ونواصل مسيرة الرخاء. مبادرة المليار درهم لحماية الشركات الوطنية المتأثرة من تداعيات وباء فيروس كوفيد-19 في القطاعات الحيوية. معاً ننطلق لدعم التنمية الاقتصادية وخلق الفرص وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة. معاً نعزز وحدتنا، ندعم اقتصادنا لنحقق الريادة.